من هو أكرم الزعيم؟ وتخوض معاركهم عنهم حشروك بزاوية الضيق وحيدة. لا ما بقدرش نقول إنه انتهى عصر المثقفين الكبار، ما زال المثقف الحقيقي يفرض نفسه أينما كان. في شوارع الاقتصادية؟ أبداً. أبداً؟ أبداً. هل هناك إنصاف حقيقي للمثقف الأردني في مهرجان جرش؟ اللي اكتشفته أنه معظم الناس تنزاح إلى عدة وجوه دون أن تعي. طيب ما معنى أن تكون أنت الآن رئيساً لرابط في الكتاب الأردني؟ ما معنى ذلك يعني؟ يمكن سابقاً كانت هاي المسألة، الآن لا. الإعلان عن مهرجان جرش هذا العام الرابطة بدها حصتها كاملة، فحكى لي هيك بين قوسين إيدكم الطول، ويشرب شايا ثقيل المزاج وعند تجلي يسب السياسة وهو يغني ويلبس سرواله ضاحكا ثم يعقد دكته. تنفيس يأتيكم في الأوقات التالية على A1 TV.